بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام احييكم اجمل تحيه مسائيه مع انطلاقه شوطنا الخامس في تعداد اشواط مساء هذا اليوم. الشوط الخامس وهو الشوط الخاص بالاذاعه البكار المحليات الاصايل بعد ما عشنا وتابعنا ايضا الجوله الاولى مع سن اللقايه في ايضا ختام تمهيدي المرموم انطلاقه سليمه كما يتمناها الجميع لهذا الشوط. جائزه هذا الشوط سيارة للمركز الأول وجوائز نقدية حتى المركز العاشر. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام نتابع الصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة، وأرهني شوق أرشوق من انطلقت بالصدارة بالشعار هجن العاصفة والواثق حمد بن راشد من غدير مضمرها تليها في المركز الثاني. نتابع المركز الثاني، نتابع ايضا هملولة مع المركز الثاني ومع المركز الثالث ايضا هملولة وبهذا الشعار، الشعار الاحمر، شعار الخطر، شعار هجن الرئاسة ينطلق ايضا بهذه التحديات الرائعة، الشعار الغالي على قلوب الجميع وبقيادة الظافر علي بن يميل الوهيبي. من يتابع هذه الانطلاقات الجميلة ومع المركز الرابع نتابع عزيمة، نتابع عزيمة مع المركز الرابع بالشعار هجن العاصفة والواثق حمد بن راشد بن غدير. من يتابع هذا الانطلاق المتميز مع المركز الرابع خامس التحديات مشاهدينا متابعينا الكرام انطلاقة الدكتورة مع المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير قائد العمليات في الفرقة 11 التراثية. يتابع انطلاقة الدكتورة مع المركز الخامس، مع المركز الخامس نسير مشاهدينا متابعينا الكرام بهذه التحديات الجميلة. يا سلام شوطنا أيضا شوط سيارة ولكن أردت تسلل مع المركز الخامس مع هملولة اللي بدأت تتسلل مع المركز الخامس بشعار هجن الرئاسة والظافر علي بن يميل الوهيبي. متابعا لهذا الانطلاق المركز السادس الدكتورة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم علي بن راشد بن غدير ممرها. ومع المركز السابع أرى التحديات للشاهنية لسمو الشيخ خالد بن سلطان القاسمي وبخيت بن سالم المسافري. من أعلن انطلاقة الشاهنية مع المركز السابع. ثامنا مشاهدينا متابعينا الكرام ننطلق مع المركز الثامن والقدوب يا سلام مع شايبة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي فايز من غفان اليابري. من أعلن هذا الانطلاق ومع المركز التاسع أرى التحديات أيضا بشعار سمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم والكابتن خليفة بن سالم بالصقع. من يتابع هذه الانطلاقات الجميلة نعود بالصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام نتابع بداية هذا الشوط. يا سلام التحديات رائعة وعزيمة عزمت انطلقت بناموس هذا الشوط. قادت المجموعة عزيمة بشعار هجن العاصفة والواثق حمد بن راشد بن غدير. من يتابع عزيمة ولكن أرشوق من بدت تساند مع المركز الثاني شوق وبشعار هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير مضمرها. ومع المركز الثالث نتابع ايضا المركز الثالث والمركز الرابع وخامس التحديات بشعار هجن الرئاسة وبقيادة الظافر علي بن يميل الوهيبي. من قدم هملولة في اول اشواط مساء هذا اليوم مع سن اللقاية وخصوصا في الشوط الاول الخاص باللقاية البكار المحليات الاصايل. يا سلام يا سلام يا سلام الكل
الكوكب خماسية، الكوكب خماسية على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، طيور طائرة الإذاعة، الطيور طائرة في هذا المساء الجميل. نوعدكم بالإثارة، نوعد متابعين الكرام بالتحديات الجميلة مع هذا الانطلاق المباشر، مع هذا التحدي الجميل، ومع المركز السادس انطلاقة الدكتورة، انطلاقة الدكتورة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، وبقيادة علي بن راشد بن غدير. من يتابع الدكتورة، من ينطلق مع الدكتورة. يا سلام يا سلام يا سلام، التحديات رائعة، ولكن بدين بدين ننعطف مع انعطاف المضمار، مع الالتفاف الأخير، مع الاتجاه السليم إلى خط النهاية. وعزيمة عزيمة عزيمة تقود المجموعة بكل عزم وبكل تحدي وبكل إصرار، تقود المجموعة. يا سلام يا سلام يا سلام، التحديات جميلة، ولكن نتابع نتابع أيضا شوق مع المركز الثاني، من تاتي أيضا بالدعم بالدعم يا سلام، والمؤازرة لعزيمة مع المركز الثاني. شوق وبالشعار بالشعار هجن العاصفة يقدمهن الواثق حمد بن راشد بن غدير في هذه الأمسية التراثية الجميلة. ومع المركز الثالث، مع المركز الثالث والمركز الرابع والمركز الخامس، نتابع 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 أيضا شعار هجن الرئاسة، وبهذا الشعار الأحمر، الشعار الغالي على قلوب الجميع، مع السلالة الهملولية وبقيادة الظافر علي بن يميل الوهيبي. يا سلام يا سلام، التحديات رائعة، التحديات جميلة، وننطلق ننطلق ننطلق مع المركز السادس. يا سلام يا سلام، نتابع الدكتورة، نتابع الدكتورة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، علي بن راشد بن غدير مضمرها. يا سلام، غادرنا 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 لوحة ال 1600 متر النهائية بدينا بدينا مع العد التنازلي لمجريات هذا الشوط، والأمتار تتناثر تتناثر مترا تلو الآخر في هذا الرقص المسائي الجميل، بهذه الأمسية التراثية الجميلة والرائعة. يا سلام يا سلام، الصدارة 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 والمقدمة مشاهدينا متابعينا الكرام، التحديات جميلة. نتابع نتابع عزيمة، نتابع عزيمة، اللي معزمة اللي معزمة، ولكن يا سلام يا سلام، أرهم لولة أرهم لولة مع المركز الثاني. بدأ الظافر أيضا، بدأ الظافر يضغط يضغط على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام، التحديات رائعة، التحديات جميلة، والمنظر المنظر المنظر الخطير والرائع، والكيلو الكيلو الكيلو، المتر الأخير مشاهدينا متابعينا الكرام، الصدارة الصدارة مع عزيمة مع عزيمة، من تحكم القبضة على مقدمة هذا الشوط منذ البداية منذ البداية، تندفع بالصدارة، ولكن هملول هملول يا سلام مع المركز الثاني. اللحظات الأخيرة، بدت الأوامر، صدرت الأوامر مبكرا في هذا الشوط، وعزيمة عزيمة على الصدارة. هملولة تحاول هملولة تحاول، المعركة المعركة المعركة، ولعت نار هذا الشوط. يا سلام، اشتد الحماس واشتدت عزيمة عزيمة، اشتدت عزيمة عزيمة على الصدارة على الصدارة منذ البداية. أشكرك أشكرك الواثق، تهانينا لهجن العاصفة، والتهاني لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم على فوز عزيمة بالمركز الأول في أول أشواط الإذاعة في هذا المساء الجميل، في ختام تمهيدي المرموم. سلام 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 يا العاصفة، سلام، تهانينا لهجن العاصفة على فوز عزيمة بالمركز الأول. المركز الثاني هملولة من هجن الرئاسة، المركز الثالث تصل هملولة من هجن الرئاسة، والمركز الرابع المركز الرابع أيضا هملولة من هجن الرئاسة تصل، مع المركز الرابع والمركز الخامس الدكتورة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول عزيمة إلى خط النهاية، تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق 17 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن
العاصفة والتهاني للواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني هملولة تقطع المسافة في 9 دقائق 18 ثانية و18 جزء من الثانية. التهانينا لهجن الرئاسة والتهاني موصولة للظافر علي بن يميل الوهيبي، بينما اللي وصلت مع المركز الثالث هملولة تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق 22 ثانية و12 جزء من الثانية. التهانينا لهجن الرئاسة والتهاني موصولة دائما للظافر علي بن يميل الوهيبي. تهانينا لجميع الفائزين. تتوالى الأشواط مشاهدينا متابعينا الكرام.